مجرمين المفسدين يفسن تمار ذنو ولهذا يا إثما تغزيوهم أما راهو يتعارضني محمد بارشان هذي عارضة ربي أما راهو يتحندتي محمد بارشان هذي عدت لأن محمد بارشان رجل صالح رجل متعامل رجل أحسن ديس الإحسان ديس الصفة ديس الرخاء يتعاوني بوبريزن هذو هاد السبب يا إثما إذي نهار يكيغ اللقاء لأن غاري الغيرة أنت مدينة غاري الغيرة وبارشان لأن التواريخ المصلح أن يفكن العدد المشاكل هاد ديزبلين صاع أقا كون ما راغي غزوة يتعطى 10 مينوت يدير يا كيذي واني تلغاز المشكل ذي كوميساري وغازي المحكمة وغازي القنصلية وغازي ذا ولهذا ذوين وفاء ما غنشينا نغير والرجل ماذا الزمان غادا غمحان مجدا غمحان مارد المغني قام حنان تازم تكمر ميا نار يزني ذا غيتغي ماذا الزمان غاز نتكمر وتتاغ غنشين تنديت نبلين صاد وحاكي سرتيرار اي ويت خمس تجرارر وتخسيت الشعب وهذا ممثل الشعب واش تاغ الزيسن قاينا غي غيقل فيتنا قنقعد مرة ان قاعد نقول وقفه احتجاجيه طمقران ذي بويا فار هادشي نقارس محمد بارش عند هذا الرجل نعم الدكتور لان بقات وارد امشوا منو باش نغاس الجنود الطاس خلني غاس غاس شياد غاس خلني غاس بسم الله الرحمن الرحيم اولا قار رمضان مبارك على جميع المسلمين بالصحه ان شاء الله والمتمنيات ففي المناسبة ينشي النهار قال غريتا باش نستوخ بعض الجهات التي تراقب العمل ديال السيد محمد أبرشان نشي السيد محمد أبرشان البرلمان ينضف نشي عميك اسمه في الحزب نوف على اساس انه لان وياخر رجل الولايه ويعقب يعني باذن الله والجهد كيسنكا والمارع المجهودات يعقب والسيده نشين يعني جا نهضا كيس الا الخير والاحسان السيده ثورة النص بدا يعظمت السيده خصها السيد محمد برشان ربدا استقبال يودان السيده ربدا يعزو خيودان اجان القضان المصالح حسن فلهذا الشين ننديد العمل يتقل الجمعية ثانية لنا أصحاب البلاية لأن الشين لا نريد الشين ونقصونا في الدقاء الشؤون فلهذا مخلال زون الشين هو أنه سيد محمد برشان هذا يقيم ذا برلمان النغ ونتغيسوا المنطقية ونتجمسوا لك المنطقية وانت ان شاء الله تغيوي المشاريع اكثر واكثر في المستقبل وتشكري الجميع وبارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين بخصوص السوي الخشاع والله شهيد من على ولكن الوقت حصارا غنسيو أول قبل كل شيء أشكر هذه الوجوه التي أحاطت بنا جزاكم الله خيرا لقد حمرتم وجوهنا وأكدتم لنا ما نريده في هذا اللقاء بارك فيكم وجزاكم الله خيرا وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أول قبل كل شيء إجن النداء أضمه إلى نداء إخواننا النداء الأول أوجهه لهذا الناس الذي يأتون إلينا سبحانك يا الله بالفتنة وتسنت غارص الفتنة يعني السوق بلسان الحال تسنت غارص الفتنة ونشين نظن فيهم أنهم يأتون إلينا بالخير لا وحالتهم تشهد على ذلك حالتهم الحاله نسنت تشهد بان لا يودنا وهذا الغاز زنبورخيا ونشين من داس نقاري ودنا قرص الله يجازيكم بخير قال فتنة وهذا حريق روح عزو في الدين الاسلامي متى في شنشان الايه ترغب خلف فتنه في شن الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ترغب يعني قال فتنه ابدا الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها نتازد ودنا أضم صوتي إلى الصوت اللي يتميز إزان سورن أنا سيني كفاكم بارك الله لنا فيكم الضهامد
يوذان يعني تبارك الله راهو مش خان العقل، ولكن خمين تردى في السير النوم، تردى في الاسرى النوم، انت في تخار الرمم. والله ثم والله ما خصهم تلين في الحريه، وهذا من استشاء. ثم كان السيده ويتاني محمد زباشا، ميم ود كان يعني الايجابيه غاس جدا، ما يمي. عما صوا زلي خشن يزيوم زكينا دي تسن تسورن دوخن عباد الله، اذ كان شن حاسس زي السلبيه غاس جدا. زي الايجابيه غاس جدا، ابدا عفوا. وازل شن يجزي سني كاس شن الإجابي تغاس قا محمد وبارش بقيت شين دوار ولا دار ولا دعم رحمه جزء من بويفا لث بويفا اللي الجزء سكث بويفا نحن منهم وهم منا. ثم محمد بارشين قومي يعني ذي المنصب وتنير تيتي الشرفوس تيتي الشرفوس الطاس ضعف ان تقريب مارك سوسفوس هذه المصالح حق الخنتين اول مصلحه هذا غادي حق نشين هي تفاوت نحغاس نازو خفاوت يعني من تعام 2005 96 نحن نازو خفاوت ما بغينا ندفلو حال المكتب الوطني للكهرباء نازو خدوار ولا دو ما رحمون وفا ولا دو رحمون يعني ويدبو بالسجن تبارك الله وديبو سكين راه يستفدل في الفوكتا مبويفا نوز دراس نتا الزر عمي الحاج قال اللي كاين ها اللي كاين ها اللي كاين ها اللي كاين يكعبد كينغ وقفات رجل صالح يو يرد فوكتا كنو توالا من حالها توالا ما اذا ندير تكذب على يو يرد فوكتا زي تاني تبارك الله جزاه الله خيرا ثم امان يو يرد امان اذ وانا قاين تبارك الله قاين شنو وذان واماني وذان زينا جزاه الله خيرا وخير شاهد سمعة قتلت ابنا ما قتل خير شاهد سمعة قتلت ابنا بماله الخاص وللمصالح مضنت للمصالح مضنت مازال نتمنى ان شاء الله هذا غادي تحقق هذا بفضل الله عز وجل هذا غادي تحقق السيدة ويتانيا واش غير الامال غير الامل ليس ان شاء الله الامل في الامل في الله اولا ثم فيه المصالح ان شاء الله غادي تحقق ان شاء الله ثم ثم يعني اننا من بين الايجابيات اللي كيسنص لك السيره الثانيه يعني كدوار مثلا دوار بخوه من بينهم امان والحمد لله مش نخو هذا امان يوضن ما شاء الله يعني قريب واقيم بوش قريب واقيم بوش الجهد وغاصب وامان اما الصور اللي تغاد سنة من السن دي السنين دي وذا خيكي ضام باللي قنشين وغاصب والله كذب والله يعني نشهد انهم كذابون في ذلك واقيم حد وغاصب وامان الا واني وموافق الله عز وجل مثلا هذا على الاستفهام الغربي ما يمن الحمد لله موجود فهمت ثم تغاديش نتشوش خلي المركوب مثلا المركوب المركوب مثلا المركوب المركوب جانا شخصيا مش شخصيا دخل في 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 المركوبه وثاني غادي يوضنا ما سيدي غير ديانا ولكن ومدو سير زعر زرع زرع هو زي تقبيل شيء مثلا لان كلا الشين الشين ولائي وانا اقرب كيسن يعني ان شاء الله هذا نحقق اكثر من ذلك صافي ما علي الا دور غفه ان شاء الله من الان فصاعدا زي نهار تسونت ان شاء الله ان شاء الله ديال المركوب ولكن نتمنى ان شاء الله تستغزي الاخوان انا نعاون شويه اذن يجني الى اخره كذا انا نعاون شويه يعني غندخل باش السن بانه الى اخره الجماعه هي تاني قوة يا عزيز لو شكم قوة يا عزيز لو شكم جمع عن بحوة يبدأ يسن حال يبدأ يسن يسن خيار وخاض عفا وخاك ولكن يعني شيء قد عيش كي سنت وانا سن حال سن والله يعني وهذا سن من غير من الغالبين إلا أن يبدأ يدوي فن تنت أسن بالله من هذا من بعض أسن اتقوا الله فينا قول الله أفضل كلمة أتيني ومسلم ومسلم هي تقوى الله عز وجل اتقوا الله فينا اتقوا الله فينا لكن ما رمي من يتوارق يعني تخدم ذيس والله يعني أمسلم أمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا مسلم ودي مسلم واللي يدعون الى الفتنه كل ما تلقاش بالبلد كذا هذه انتخل بمباراة هذه سغوي الله والله هذا يعني المسلم ما مش ندير خو كما قال رسول الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم يعني من حسن اسلام المرء
تركه ما لا يعنيه. اش كاين حاش تيف وجوج تفديس تجلس بالبلد تجلس الفتنه. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.